الأنباء تتضارب حول اشتباك على الحدود الإيرانية الأفغانية، لكن اتفقت هذه الأخبار على مقتل جندي من حرس الحدود. صحيفة هامشري الحكومية ذكرت يا طاهر أن اشتباكات اندلعت في وقت متأخر من مساء أمس بين قوات من حرس الحدود الإيراني وعناصر من طالبان. المواجهات اندلعت عندما دخل عناصر من حركة طالبان الأراضي الإيرانية من ولاية نمروز الأفغانية الحدودية. وشدد المتحدث الجديد باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، شدد على أن الجهات المعنية تحقق داعيا طالبان إلى توضيح أبعاد هذا الحادث ومعاقبة المتسببين، فيما نفى طالبان وقوع أي اشتباك حدودي. الحدود بين إيران وأفغانستان تمتد روية لمسافة 921 كيلومترا مع وجود 3 معابر حدودية بين الدولتين، ويعتبر منفذ ميلاك من أهم منافذ عبور المسافرين بين أفغانستان وإيران. أيضا هناك معبر ماهيرود وهو المعبر الثاني بين الدولتين، والثالث هو معبر دوغارون والذي يسمى أيضا تايباد أو دوغارون، والذي يحظى بأهمية تجارية وتمر عبره 60% من البضائع الإيرانية إلى جارتها أفغانستان، كما أنه معبر أيضا لحركة المسافرين. التوتر غالبا ما ساد العلاقة بين إيران وحركة طالبان خلال فترتي حكمها بين عامي 1996 و2001 والفترة الثانية للحركة في الحكم منذ أغسطس الماضي حتى الآن. وعلى غرار العديد من الدول، لا تعترف إيران بالحكومة التي شكلتها طالبان بعد سيطرتها على أفغانستان تماما كما فعلت أواخر القرن الماضي. مؤخرا أصيبت العلاقة بالتوتر على وقع المعاملة السيئة التي عانى منها لاجئون أفغان بعد موجات النزوح لخارج أفغانستان جراء الانسحاب الأمريكي.